راح اسالك سؤال وانت تفرق لي بيناتهم كمثال عملي مشان اقربه للاخوه المتابعين. موضوع الاجهاض، الابورشن اللي هو الاجهاض بدون سبب طبي، كيف ممكن يكون المورالز غير الإثيكس غير اللو غير القانون مثلا؟ بالتأكيد مثلا أنت كطبيب ممكن في بعض الأشخاص مثلا بيقول لك أنا بناء على توجهي الديني أنا ممنوع عندي الإجهاض أبدا بدون أي سبب طبي، أو حتى لو كان في سبب طبي لازم نحن ما نجهد. في جميل. كثير ناس المورالز تبعها هيك بناء على دينه بناء على مجتمع بغض النظر عن الجذر تبع هذا الشيء أو السبب. هي بالنسبة للمورالز. بالنسبة للكود اوف اثكس مثلا بتلاقي مثلا بالمستشفى عندك بيقول لك نحن وي الاو ابورشن، يعني نحن بنسمح بالاجهاض بناء على الشروط التاليه، بحط لك كرايتيريا معينه انه مثلا لازم يكون مثلا في عندك سبب طبي، لازم يكون مثلا تم المريض مروره على المقدمين الرعايه الصحيين، ولازم طبيب النسائي يستشير مع طبيب اخر، يعني في مثلا بيقول لك بروسس معينه ونحن كمستشفى او كهيئه صحيه بنوافق عليها ضمن الشروط التاليه. بعدين بيجي عندك الولايه مثلا بتقول لك ولايه نحن ممنوع منعا باتا تعمل اجهاض شو ما كان السبب، أو مسموح يعني او حسب القانون. مسموح او مسموح بغض النظر او مسموح لدرجه معينه. فكله ممكن. أنت بدك توافق بين القانون اللي هو بتتحاكم فيه بالمحكمة تماما وبين الكود أوف إيثكس اللي هو قانون المشفى أو القانون الطبي وبين الشيء اللي تؤمن فيه. طيب أنا لو أنا تماما. بشتغل بولاية أو مدينة معينة وأنا ديني بغض النظر شو هي الخلفية تبعي، لا أؤمن بالإجهاض وما بحب إني أعمل، والإجهاض ما هو عملية إسعافية، لو إجتني مريضة قررت إنه بدها تعمل إجهاض لغير سبب طبي، هون صار تعارض بين خلينا نقول القانون تبع المدينه تبعي يسمح بالاجهاض وقانون المشفى تبعي يسمح بالاجهاض. يعني الكود اوف ايثكس اتس اوكي، واللو كان عم يسمح، القانون المدني عم يسمح لي، بس المورال تبعي عم ترفض. فانا هون نعم هذا صار تعارض بين الثلاث شغلات، صحيح؟ طبعا. وانت من حقك كطبيب انه انت تتبع القيم تبعك، ولكن من ناحيه اخلاق طبيه فانت ممكن تمتنع عن ابداء او عمل اجهاض ضمن شروط معينه، في شيء نحن بنسميه اسمه conscientious objection، او بما معناه انه انت كطبيب ممكن تقول انا ما بدي اعمل هذا الشيء بناء على قيمي، ولكن في له شروط محدده، اولها وجود البديل الاخر وانه ما تكون حاله اسعافيه. يعني هي تماما أحد تماما تماما. فانا اجتني مريضه وما عندها اي سبب يخليها تجهد، هي اجهاضها غير طبي او يعني ما في اي اسعافيه، فانا هون انا بعتذر لانه المورال تبعي منعتني رغم انه الكود اوف ايثكس عم يسمح لي، وبنفس نعم الوقت انا ببعث على بلا فيني اطباء ثانيين وبوجهها انه والله موجودين. هلا في ممكن يكون لك حاله مخرج. معاكسه، ممكن يكون حاله معاكسه انه المورال تبعي انا اؤمن بالموضوع والقانون المدني الموجود ما بيسمح. يعني مثلا الموت الدماغي صراحة رغم أنه طبيا هو شيء متعارف عليه وعالميا القانون المدني بعدة أو الجنائي بعدة دول، منها دول عربية مثل السعودية ومصر على علمي والأردن كلها عندها تشريعات قانونية للموت الدماغي، والإيثكس القانون الأخلاق الطبية موجود بكل العالم، بس في دول مثل سوريا حتى على فكرة، نحن سوريين لحد هلا ما في القانون ما بيسمح إنه هذا ما حدث في شيء اسمه للأسف. موت دماغي. فأنا المورال تبعي بتسمح لي إني أنا أتعامل مع ميت الموت الدماغي طبيا كأنه ميت، بس القانون ما بيسمح لي، صح؟ صح، فهي كمان أحد المعضلات اللي أنت بتواجهها. فهون نحن عادة ما بنعمل توازن بهذا الموضوع، بنحاول نشوف إنه شو هي مصلحة المريض، ولكن كيف ما كمان ممكن نحمي الطبيب بهذا الموضوع، لأنه حماية الطبيب عندنا على نفس القدر بالأهمية بحماية المريض. جميل يعني جميل. فهون كمان يعني بنعمل لها موازنة بناء على المبادئ الأربعة. وشغلة بيقول لك إياها، مو كل شيء قانوني هو أخلاقي، مو كل شيء أخلاقي هو قانوني، فهذا صحيح. شيء، ولكن الأخلاق والقانون بيكملوا بعض.